من المد بوبيرم الكنيسي في الاستوديو. ضيفنا سي سليم شيبوب، نوصلوا معها النص ساعة الأخيرة وما تبقى من توا حتى النص الليل، نحكيه على ماتش نهار الجمعة، وبعد شوية زادة باش نحكيه على الكرة في العالم. قبل الفاصل سألت ضيفنا شنو فريقه المفضل في العالم، والإجابة كانت الترجي. ما عندكش فريق بالحق، ما عندكش فريق تشجعه في العالم؟ لا لا، فريق كبار في نتفرج، نحب نتفرج في برشلونة مثلا. شكون يفرجك؟ برشلونة، برشلونة، برشلونة تفرج، أتلتيكو مدريد معناها. ولا ما تفرجش كورة أتلتيكو مدريد؟ تكسر اللعب ما تفرجش؟ لا لا لا، تفرج تفرج بالمكانية. نحكي على الحالي ولا يعني القديم؟ لا لا لا، بالإمكانيات متاع المدرب اللي عنده كل عام، بإمكانيات متواضعة وديبيوجي متواضعين، يشيل تيانتات وغرون جيكيب ويمشي ويعمل دوزيام ويلعب شامبيونز ليك فينال. الحق معناها لونترينور هذاك عند ثم ان بلوس دييغو سيميوني، اللي هو مدرب ناجح بامتياز يظهر لي في اسبانيا. باش يوصل، وباش يوصل. باش نرجعوا للمباراة نهار الجمعة. قبل هذايا فما نقطة ديما تثار على سليم شيبوب فيما يخص صيام اللاعبين في شهر رمضان. برشا ملاعبيه يقولوا كنا نجبر على الافطار في رمضان بامر من رئيس الجمعية سليم شيبوب، هذا صحيح كان ولا غلط؟ شوف، الملاعبية جبنا كما المرة هذه، وثم فتوى في جامعة الزيتون. ما نكذبش عليك، مانيش متبع شنو تقول الفتوى. فتوى تقول راهو اللاعب يلزمه يفطر ويعوض، لأنه يضر روحه ويضر بدنه. طالما الكرة هذيك هي عمل بالنسبة لي، إذا يفطر ويصاب ولا يبعد من الفريق، فهو يحط حياة عائلته وكذا في خطر. أما فما شكون يقول زاد اللي الكرة عمل، وما فماش حاجة تقول لك اللي يلزمك في العمل تفطر معناها. علاش؟ إذا العمل الشاق هذا باش يعرضك لمخاطر. تو الإنسان اللي يخدم في مصنع قدام ماكينة، تنسى يدك لحظة تقص لك صبعك وتقص لك يدك، تفطر ولا تكون جاهز بدنيا ومركز باش تنجم. ثم ناس يعملوا الموبقات الألف ألف موبقة في العام يقدوها، وجي رمضان يقول لك أنت تحكي على الناس ولا لاعبين؟ تي لاعبين وناس، ما لاعبين ناس ولا لاعبين وناس. نعرفوا اللاعبية ونعرفوا كذا، وتولي معناها رمضان أنا أخويا ماهوش من راسي، مش من راسي، ما هو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أنا من أولي الأمر معناها هو جامع الزيتونة. أنا ذاك مشيت شفت إمام وقلت له بالله راه عندنا مشكل كبير في الصيام. قال لي هما يخلصوا كان ما يلعبوش، لما يصاب وما يلعبش ياخذ فلوس. قلت له ما ياخذش فلوس. قال لا، ما نجم يعوض. المفروض شهريته تقعد تمشي سي سليم وقت اللي تضرب الملاعبي، شهريته تقعد تمشي وقت اللي تضرب الملاعبي. عنده كونترات عنده معناها عقد، ياخذ بريم دو ماتش ما يلعبش. البريم كانت اكثر من السالير قبل، مش كيما تو 100000 100 مليون 50 مليون. قبل كان السالير 700 دينار، وكي تلعب في الاسبيرون تربح ترو ماتش دو سويت في البريم تولي 900 ومليون. دونك سي لا بريم دو ماتش كي كونت. قال لي يعرض. بعد عامين ولا ثلاثه عملوا اون اتود ابروفوندي سور 3 ans في الفيفا على الامباكت دو جون سو لو سبورتيف ديليت، ولقاو ان المؤشرات الكل ضد الصيام، معناها اللعب والصيام ما يتمشيش مع بعضه. هو الانسان كي يبدا يترانا يبدا يشرب في الماء، يبدا يترانا ويشرب في الماء. هو يا ريسك ديزيدراتاسيون، يا ريسك دو ديشيرور، دو بروبليم دو ليزيون موسكولير، كل شيء هذا. مش قلت لي خذيت راي امام في الموضوع، كنت تقنع الملاعبيه بهذا ولا كنت تفرض عليهم؟ لا، نقول لهم الاغلبيه يفطر. فما شكون كان يتمسك بالصوم؟ فما كان يتمسك وما يلعبش. كيما شكون مثلا اللاعبيه اللي لا شكون فما ملاعبيه اللي صاروا لك معهم مشاكل فيما يخص؟ مشكل مع حتى حد. انا تو كل واحد يقول انا كنت مخالف، انا كنت شاور فيكم، انا في تخالف معايا ولا ما عندك؟ ما تخالف معايا، كنت انت لاعب عندي، انا كنت نتعامل معاكم باحترام وكنت صاحبهم وكنت بجنبهم وكنت كذا. تو ولا كل واحد يتكلم الاخر، كل واحد يعمل في فيلم على روحه. احنا الملاعبي لما يصوم ما ينجمش يعطي مردود، هذه حاجة طبيعية جدا. امشي لأي طبيب، امشي ما يعطيش مردود. يحب هو يعوض ينجم يعوض، يحب يطعم المسكين. الدين متاعنا ما هوش دين متاع عسر، ديننا متاع يسر.
وربي يعطاك ليزيفونتواليتي الكل الحج لمن استطاع عليه سبيل. برشا برشا ربطوا الحكاية هذه بتاع كونك تفرض على الملاعبية الإفطار وربطوا برشا هزايم للترجي في شهر رمضان خاصة في الشامبيونز ليج. دروشة هذه دروشة تعفينا ربي معناها طوى الجوارات كل يصوموا في رمضان طوى سي احنا ربحنا خاطرنا صايمين كلام فارغ معناها بالنسبة لك انت متنجم تكون كان مهاترات معناها بالنسبة لك انت لا هي اعطيني رأيك انت معناها لا لا لا, لا انا نسأل فيك نسأل فيك لا حتى نسأل فيك زاد معناها دخلنا توا في العلم الغيب وفي كذا الدين بتاعنا كما قلت لك دين يسر مو دين عسر الدين بتاعنا يتماشى مع العصور الكل يتماشى مع موشي لو كان جاء ثم فيه ديكتاتورية متاع الدين ولا كلام المولى عز وجل اللي جاء في القرآن ولو اللي نحبش نخوض أنا في الكلام هذا خاطر يزمو أهل الذكر يبدأ موجود راهو ربي قد قيده بالقرآن وحتى شيء آخر واللي ما يتقيدش بالقرآن رسول تقص قال أطيعوا الله واللي ما جاش في القرآن قال أطيعوا الرسول شوفوا السنة الرسول كان يعمل واللي ما جاش في السنة قال وأول الأمر منكم شكونهم أول الأمر ما هو المراجع الدينية بتاعنا العلماء عنا في الأزهر وعنا جامع الزيتونة وعنا كذا فإحنا رجعنا للناس هذوم قبل كانوا تعطاوا الكرة مش توا يعني في السبعينات ما كانتش خدمة كانوا الناس يجي يتكور تقول يحب يفطر وحر كان ثلاثة يترين ثلاثة مرات في الجمعة قلوا آه والله إحنا كنا نصوم مش كنت تصوم كانت كرة هي قبل عام 60 وعام 50 والله كان ثم فلان وكان يدريب بسبعة ويدريب بعشرة ما ثماش كيفه هذيك كورة توا النسق مش هو بيدو أبدا وأكبر دليل طبعا نمشيو للسبور معناها كونتيتاتيف باش نجمو نوريه بالمجد اللي ما كانش ثم رياضة بالشيء اللي نشوفه فيه توا نشوفه مثلا توا كرة القدم نختلفوا انت تقولي مارادونا نقولك بيلي الاخر يقولك ميسي تقولوا ليه فون باستن يعني كل واحد حسب النظرة متاعه لكن كي نمشيو للناتاسيون ثم كرونومتر مارك سبيتس اللي متصور لك ب 13 ميداي دور فيلبس يجي الاخراني تو لا سبيتس سبيتس اللي قبل فيلبس يجي الاخراني فهمتني الصومتر كان يعمل ديس 3 ولا ديس 4 الناس تو تعرف النفسيس والنفسات 950 حاجه 950 حاجه دونك الرياضه تطورت قلت لا جوارات قبل كنا ما كانوا حتى شيء كان ترنا ثلاث مرات في الجمعه نهار الخميس يقفوا معايا ترناو وكان انترنور يطول شويه في الانترنمون نهار الخميس كي نهار الاحد ما ربحوش والله تعبهم تو ترناو نهار الماتش ترناو تو كنت تلعب بستة ونص تاع العشيه وفي سبعه تاع العشيه التسعه تقوم تترنى العلم مرة اللي الموسكل يزمو يخدم الموسكل كي يخدم يزمو يتغذى فوق الاكسجين يزمو يجيه الماء فهمتني يزمو يشرب يزمو ياكل كذا الناس بعد كما شوف الدين ما يتناقش فيه حتى حد وكل واحد وضميره وكل واحد يعرف يعمل مش نخرج من هذا في برشا حوارات جبدوا لك على علاقتك بفرق اخرى وظلمت فرق اخرى ولا ما ظلمتش عمري ما كنت حكم راني لا لا نحكي لك في قرارات في تاثير في غير قرار عمري خديت قرار انا كنت رئيس ترجي كانت عندي مصلحه نتاع جمعيتي ندافع عليها ما مانيش قرار ما كنتش انا جامعه لا وجاوبت على الاسئله هذه في اكثر من حوار انا سؤالي ليك في توليك سواء المسؤوليه في الترجي ولا بعد ما توليت المسؤوليه ضريت الترجي انا ضريت الترجي سؤالي انا جاوبني سؤالته معناته تقولي ضريت الترجي ضريت الترجي انت سواء وانت في 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 المسؤوليه ولا بعد المسؤوليه هل تضرر الترجي من قرار انت خذيته تراه انت تنجم تكون موفق غير موفق اجتهاد والله ما نجمش نجاوبك خاطر ما تطرحش سؤال كيما هذا لا علاش ما تطرحش فماش سؤال ما تطرحش معناتها ضر ضر تم واحد شد جمعيته فما برشا مسؤولين جاوا بعدك في الترجي بين ظفرين بالتلميح ولا بالتصريح قالوا لي سليم شيبوب ضرنا خاطيني سميلي شكون واحد اللي على اللي جاوا بعدك الكل سميهم لي حمدي المدب قال سليم شيبوب ضرني حمدي المدب ما قالش لكن فما شكون في هيئه حمدي المدب لا 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 احكي لي على رئيس الجمعية حمدي المدب قال سليم شيبوب ضرني وكان ضريته كيفاش والعزيز زهير قال ضرني كان ضريته كيفاش وهما باش يعلموني حب الترجي الناس اللي قالوا سليم شيبوب ضر ترى هما ترجي ولا انا ترجي انا ترجي هما همش ترجي شكون هما
اللي تحكي عليهم انت نحكيو هنا على الاطراف الخفيه اللي تحكي عليهم انت. ما قلت لي ثم شكون مش حمدي المدب ومش عزيز زهير، ثم شكون هذوما مهمش الترجي؟ شكون وليد سمينا؟ انا الترجي، انا الترجي، هما مهم الترجي، هما يستقاطوا من الترجي، هما يركبوا على احداث في الترجي، وهما يحبوا يعملوا اسم في الترجي. ولذا السؤال مش في محله. حيوتك تقلقت من السؤال سيسلي؟ اي برشا بالحق والله. معناها تعتبر إهانة لي انا كي تقول لي نضر الترجي؟ لا انا اللي كرست حياتك. لا 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 مش راي، لا لا اللي لا عايش خويا، انا نعرف الراي ونعرف كيفاش نطرحوا الاسئله. انا اللي كرست حياتي للجمعيه هذه وعملت عداوات في العالم اجمع على الجمعيه هذه، جي اخر من استنى باش يسالني يقول لي انت ضريت الترجي نهار تو كلام هذا؟ هو راو العبد كي يحب برشا ينجم يضر. لا لا هو من الحب ما قتل. اي من الحب يعني ما قتل، ينجم العبد كي يحب برشا ينجم. انا نعتبر مع كل احترامي ليك سؤال مش محله، وانا احترم السؤال. الكلام يتقال، الكلام فما برشا عباد قالوه يا حبيبي. مثال شيخي، كل كلام يتقال. نحب نقول لك انا شيخي، معناها هو ما جابوش مدرسه السؤال، فما شيخي قال مش كل كلام يتقال، مش كل كلام، مش كل سؤال يتطرح. انا حاولت نلطفها. لا لا مش كل سؤال يتطرح على الملأ. جي انا نقول لك شي خموا فيك الناس في الشارع، نقول لك اسمع يا فلان واش يقولوا فيك، يقول لي عيب راه ما يتقالش كلام هذا، قوله لي في وذني ولا قوله لي انا بارتي راس راس. عم تجيني انا تتهمني بحاجه هكاك؟ لا ما تهمكش، هو لا تضر الترجي. شنو الترجي؟ تنموت وما تضرش الترجي. كلام هذا توا نغيروا الموضوع. اذا كان تقلق ضيفنا نغيروا الموضوع. فاصل قصير جوست فيرجول، باش نمشيو لايطاليا تتسويت. ولاد الحومة لينيوناتي لينيوناتي البارح أصدي للستار على الكالتشو على سيريا. ما حاجة جلبت انتباهي هي المفاجأة متاع السنة بالنسبة لي أنا هي أتلانتا. لكن كي تمشي ترجع في التاريخ وترجع لديسمبر 2010 تنجم تلقى تفسير للحكاية هذه. كي نقول لك لينوفوني وأتلانتا شنو تخموا؟ المواليد الجدد، رئيس البلدية. مش مستشفى الرابطة متاع أتلانتا روا. En fait فما 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 toute une stratégie اللي بدات عندها برشا واللي البارح عطات النتائج نتاعها. effectivement فما بروجي تخدم سيد ساعة اسمه هذا رئيس جمعية اسمه أنطونيو بيركاسي اللي هو زاد لعب في أتلانتا في السبعينات من أبناء النادي وشاد في ديسمبر 2010 وقرر باش يحط اون بلاس ان بروجي سماه بروجيتو نيوناتي أتلانتيني. معناها كل بيبي صغير في بيرغامو يتبعث له ان بتي باك مزيان على الاخر فيه تونو فيه معناها تونو زي الرسمي بتاع النادي بلاش سبونسور وفيه زوز باكويت حليب مصنوعين في في لا ريجون دو لومباردي. هذه تساعد الاسبيرونس على الاخر المهم. مي المشاكل غير اشهارات اتلانتا. لا اتلانتا علاش؟ خاطر جايه بعيده ساعه وشويه على ميلان، فهمتني؟ اي دربي دربي مسافر صحيح. ولي جون غادي اكثر يحبوا يميلوا لميلان للانتر. دونك سيد هذا استراتيجي نتاعو قال لك انا اول حاجه بالنسبه لي انا ضمان البقاء في اسرع وقت ممكن، لي زانديكاتور فينانسي يكونوا اوفير، ونحاول ندعم الفريق الاول بالشبان تاع النادي. والخدمه هذه بشويه عطات اكلها. 2017 برومي تور اوروبا ليغ ما تعدتش اتلانتا، عملنا وخرجت 16 دو فينال مع دورتموند، وسنين نشوفوها بابناء النادي نتاعها في الشامبيونز ليغ لاول مره في التاريخ على ظهر الميلان، قدام ميلان، قدام لاتسيو، قدام روما، قدام تورينو. ليزي اعطيني الميلان وليد يكمل باقي واحد. تحيه الوليد. تحيه لاتلانتا اللي ترشحت للتشامبيونز ليج. دي استراتيجي كيما هكا نجموا يصيروا في تونس اسلام؟ ممكن كل منطقه نجم تفكر في حاجه في عمل، لكن احنا في العاصمه مش كيما مثلا في بيرغامو عندهم ايكيب دو فوتبول. انتهى الموضوع. احنا سبور الجمعيات كلهم اومني سبور وتلقى في العاصمه التونسيه معناها من ما عدا لندرا الدوله الوحيده البلاد الوحيده اللي فيها يمكن 20 ايكيب في 20 كيلومتر مربع، معناها دون زاريون دو 20 كيلومتر تلقى المرسى حمام للف اريانا بن عروس سليمان سكره شطران سيوتي وادي الليل ستاد تونيزيان. ما متنجمش نورمالمون دو غران كلوب اوكا. انت المعروف عليك مشيت في الاختصاص في الترجي، مثلا نحيت فرع الكره السله، خاصه كره السله وقت يدور لي قبل بعام هذا كوب ولا هذا لقب، هذا كاس، يدور لي هذا كاس تونس. ما نحكيش انا على لقب نتاع كره السله، نحكي على
سياسة معينة، سياسة متاع ألقاب. الترجي حاب يخرج لأن الترجي راهو أول لقب دولي هزو عام 93 البطولة العربية، ما كانش عنده ألقاب، أول لقب أفريقي 94. بعد توجهنا للاختصاص لأن كرة قدم دخلت في دوامة وبدينا نقرب الاحتراف وبدأت الملاعبية تطلب في الفلوس. أنا كرة القدم الرياضة الوحيدة اللي تنجم تغطي مصاريفها، لكن في نفس الوقت تغطي مصاريفها جواريات كرة القدم ناقصين فلوس، وأنا نعطي في فلوس للهوندبول ونعطي في فلوس للفوليبول ونعطي في فلوس للفيمينين ونعطي في فلوس للرجبي. قلنا هذا مش ممكن، إذا نحبوا بالكرة القدم تولي تلعب في مستوى إفريقي يلزمنا الميزانية متاحة تكون ماشية لها هي فقط. وبالتالي قينا اللي ثم برشا فروع معاش عندهم فلوس، احنا خلينا كرة اليد وخلينا طائرة نظرا للتاريخ متاعهم، واحنا عملنا قاعة مغطاة وقتها. لكن اليوم كرة اليد تهز في الدوبلي والفوليبول شامبيون دافريك ويهز الدوبلي في العام، معناها موارد ذاتية ما يفوتش 10,000 دينار، هو يصرف 2 مليار دوات منين هذوك تاع فوتبول. انا نقول له كان هو نعرف ما هوش ممكن وما تزمش إنسان يفكر فيها، لو كان تنحي الفولي وتنحي الهون تيفا ديسبوزي دو 5 مليار ولا 6 مليار دو بلوس للبيجي متاع الفوت، نجم يمشي للفورماسيون، نجم يمشي في ركروتمان متاع انترانور عالمي، نجم يمشي في ركروتمان متاع جوارات مع تجيبه من الأفريق ولا تجيب من الأرجنتين من البرازيل. تنجم حياة كرة القدم تتغير، لأن مع الأسف احنا نعملوا ديزابونمون للهوند وللفولي حتى حد ما يشري. نلعبوا دفون 500 une moyenne de 500 spectateurs ساعة ساعة 100 إلا في مباراة الإفريقي ولا النجم يجيك جمهور في كرة اليد، ما عدا ذلك ما يجيش جمهور. على ذكر المدربين المكونين، فما اسم تربط بيك اللي هو مثير للجدل، مختار تليلي. كلنا مثيرين للجدل. لا مختار تليلي مثير للجدل ولا اي مختار تليلي لونترتيان سام يعني كان معك ما عادش مدرب تو مختار تليلي مدير فني كان معك لهي بالشبان كان لهي بالشبان هي كانت عندي أكاديمي ولو ترجع للنتائج متاع الأكاديمية تودوخ اي لكن النتائج في الصغار هو الهدف، التكوين هو الأهم. طيب احنا وقت اللي عملنا الأكاديمية وكان معناها في كل فرع عندك مدرب ومعد بدني ايان سيان جوار معناها بولا ديمونستراسيون ومختار تليلي كي سوبرفيزي توسا كل عام على الأقل 2-3 جوار من سنتر دو فورماسيون يصحوا كونترا بروفيسيونال نسميهم لك بالواحد بالواحد من علي زيتوني ونتيجين علي زيتوني بلال الأحمر الجول اسمه شمام حمد جديد نعيم شمام الوليد الآخر اللي مشى للكلوب دراجي كلهم هذاكم خرجوا من سنتر دو فورماسيون وقت اللي كان ثم سنتر وقت اللي كان مختار تليلي منسق عام لي زونترنور يخدموا عمره ما كان يدخل لهم هو في كان مدير فني كان منسق عام كان هو منسق عام بينهم الكل فهمتني on faisait du bon travail et le résultat à part التيتروات اللي انا ما نمشي بهم في الصغار كل ما نحبش تيتر اعطيني جوار يلعب سينيور اي وقتها كلهم اللي يلعبوا كلهم كل عام on avait 3 4 جوار كي سينيكون معين الشعباني برشا برشا جنوبلي برشا كلهم خرجوا من سونتر دو فورماسيون باهي ما زالوا أقل من 3 دقائق خليك تتوجه بكلمة للجمهور الترجي بالنسبة لمباراة نهار الجمعة شنو تقول لهم؟ نقول لهم مرة أخرى مصيرنا في دينا كأحباء الجمعية نعرف اللي ثم برشا غيظ من التنقل متاعنا للمغرب ما هوش مسؤولين عليه المغاربة الكل ما نغلطوش في حق الناس احنا جمعية كبيرة وجمعية متاع رجال النتيجة باش تكون فوق المستطيل الأخضر بدون ضغط على الهيئة المديرة وبدون ضغط على الملاعبية يقوموا بدورنا معناها في مساندة الفريق من أول دقيقة لآخر دقيقة نجموا معناها إذا احنا متعادلين بدون أهداف نكونوا أبطال نجموا متعادلين هدف بهدف نجموا في دقيقة 93 وتوق قاعدش نشوفوا معناها في مباريات مصيرية كلها قاعدة تتحسم في الدقائق الأخيرة وفي ساعة لساعة في الدقائق اللي بعد الوقت الرسمي إذن معناها مرة أخرى جمهور بشي القروح قدام المسؤوليات متاعه والمسؤولية متاعه هي مساندة الفريق وإن شاء الله معناها للملاعبية شنو تقول كان جات عندك لكوزغي اللي قبل ما يهبطوا للميدان شنو تقول قلوا
برافو تو دابور بو لو ماتش علي بابا معناها بارلي دو ماتش ريتور من غير نكلمهم على الكومبورتمون تاعهم معناها اكزومبلير في الماتش ريتور في الماتش علي. بالنسبه للماتش ريتور لو ميم ايتا ديسبري الملاعب وقت اللي يبدا في التيران يلعب بروح نتاع الفيراجيست ويبدا معناها المريول ويبدا اكزومبلير سو لو تيران ويحب الربح نورمال ما معناها بطولة ما تهربش علينا. برونوستيك فما؟ لا في الأوف نخذها مش من هوات لي برونوستيك. لا لا ماشي الماتش عبيدون شك مسافر أنا ما راجع للماتش. نذكر سيسليم كان عندك دي ريتويل وقتها كالروبورتاج شفناه في القناة خاصة عندك كالترانش تلبسه شنو ريتويل لل... والله شوف الكورة عجبتني قناة خاصة كي مشيت على روحي القناة الكورة كانت دخل الإنسان المنوبة. كان عنا نحكي لكم أنيكدوت. كان عنا محب من محبين الكبار في الترجي كان مطرب هو لعبنا في اللالي شتى تصب في شهر ديسمبر مع الكلوب أفريكا مسكين لبس كبوت وصحابة لعبنا الرتور في شهر مي نلقاه وراء البارك كبوت وصحابة فهمتني هو شكونه هذا الله يرحمه والله ديما ننسى عم محمد محمد الأحمر. عم محمد الأحمر كان إنسان معناها حياته الترجي ديما في البارك ويحب الترجي مغرم ما عادش نجم يمشي للاستاد يقعد يحوس بحد البارك في شهر مي شد أصحابة وكبوت فهمتي لف روحه على خطر في اللي البسها كيك أنا والله هذيك والله جات صدفة لأن لعبنا العام اللي قبله هكاكا في شهر ديسمبر تلعب فينال نورمال وشتات صب البستك الترانش العبيد العام اللي بعده جات كيف جات قد قالوا أنا ما نمنش برشا لكن ما تجمش تشكك الملاعبية وقت اللي هما يمنوا مثلا كان عنا مسؤول في الترجي وقت اللي أنا كنت لعب كانوا يحرموا عليه يجي الستان ويحرموا عليه يدخل الفيستير متاع الفوتبول هم يا سيدي رجل عتبة وانت بالسمك يحرموا عليه يحرموا عليك معناها قلت لي يجي بحث الفيستير تلقى شكون يعنق ويخطب بيدوره ويهزم غادي غادي فهمتني. شكرا لك سيد سليم شيبوب سي بيرم الكنيسي سليم المدب وليد الهلالي في الاخراج عليا باشا وليد برحومه من قدام الميكرو مازلت مغشش ولا ما عادش لا لا مش فضل يسمي ما عادش نتصوروا راه تو لا نتصوروا باش ناخذوا تصوروا باش في الباج لا لا ما ثماش معنى ان شاء الله بالتوفيق للترجي نهار الجمعه. شكرا لك مره اخرى سي سليم شيبوب اللي حكينا برشا حكايات ما حكاهمش قبل اليوم قالنا اللي هو فك وغار قال هو تفصل هنا ما قلتش سبحان الله خير الناس الكل نتقابلوا ان شاء الله نهار وبدل لي اسمي زاد لافي دو ماتش باش نحكيو اكثر على التكتيك بالنسبه للماتش. شكرا لكم الناس الكل بحال خير.